تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في البدايه بنبارك لانفسنا وبنبارك للنادي الاهلي الفوز بجداره واستحقاق على بيراميدز بنتيجه 2-1 وحصد كاس مصر. والفوز على بيراميدز سبب حرائق لدى نادي الزمالك وتحديدا لخالد الغندور وهزازي الروس. اثناء المباراه خالد الغندور كان الحرقان عنده زياده عن اللزوم، ولكن بعد المباراة مباشرة انفجر الالتهاب وانفجر الحرقان عنده. في بداية المباراة وأثناء المباراة خالد الغندور نزل بعض البوستات على الاكاونت بتاعه أو الحساب الرسمي بتاعه على فيسبوك، كتب الآتي: حكم موافق على كمية التشويح، ليه دون اتخاذ أي قرار؟ نعديها. البوست الثاني قال لك: أحمد الشناوي مش مركز ليه؟ البوست الثالث كتب ضحكة: تخيل لو مفيش فار الحكم شايفها كده في اليد، والكرة اصلا كانت في اليد وزاوية يعني التصوير مرة تجيبها في ايده ومرة تجيبها مش في ايده ومرة مش، بس الكرة هو الحركة بتاعت ايده ليه خارجة عن جسمه؟ يعني الكرة اصلا خارجة عن جسمه، هي الايحاء الاولاني انها جت في صدره لكن هي جت في ايده، ولكن ما علينا هنعتبرها انها ما جتش في ايده. لكن الجنون والحرقان الاصلي حضرتك هتلاقيه بعد انتهاء المباراه. وفاصل من البكا والنواح على قناه البليله، النادي الاهلي فاز بالحكام. النادي الاهلي الكره بتاعت حسين الشحات تعدت الخط، الكره بتاعت حسين الشحات ما جاتش في ايده، لكن اصلا حسين الشحات كان واقف بره الخط. وطبعا كل الكلام ده هري وهرس وهب، وهنبين لكم بالدليل والبرهان ان الكوره ما تعدتش الخط. دي رقم واحد. ورقم اثنين، رقم ثلاثه، عايزين يجددوا عقوبه كهربا. ازاي وازاي كهربا لغايه دلوقتي ما سددتش الغرامه والمده انتهت وهو بيلعب؟ لا، لازم يبقى في تسديد للغرامه. اما الادهى والمصيبه والكوميديا ان احمد الشناوي الزملكاوي اللي كان بيلعب في نادي الزمالك مفوت المباراه للنادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف يعني هزاز الرؤوس اللي جالهم عدوى من مرتضى منصور، زي ما مرتضى منصور بيطلع وبيقول حاجات بعيده عن العقل، الهزازين بياخدوا الكلام اللي هو سكريبت هو كاتب لهم يقولوا ايه قبل المباراه، قبل عفوا انطلاق البرنامج. فانا مش هطول عليك في المقدمه بتاعتي، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الضحك على اصوله وحرقان خالد الغندور وهزاز الرؤوس، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده من برنامج زملكاوي على قناه نادي الزمالك. اذا تحدد من سيقابل نادي الزمالك في كاس السوبر في شهر 5 بفوز النادي الاهلي على نادي بيراميدز بنتيجه 2-1 بعد ما انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1. طبعا يعني مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لبيراميدز وهارد لك خصيصا لاحمد الشناوي اللي عمل مباراه من اسوأ مبارياته خصوصا في المباريات الكبيره والمصيريه، وكان احد اسباب هزيمه بيراميدز النهارده بخروجه الخاطئ في الهدفين. على العموم اعتقد مباراه قويه ومهمه في شهر 5 ما بين قطبي الكره المصريه الاكثر جماهيريه، اكيد نادي الزمالك والنادي الاهلي. معايا معاكم الكابتن الكبير كابتن احمد في اداء بيراميدز واداء النادي الاهلي في اللقاء. والله بص يا كابتن خالد، هو بيراميدز ما كانش السيء، فريق حلو وكان يعني زي ما كلنا شفنا، لا يعني على قد الامكانيات، في فرق برضه امكانيات، خد بالك الاهلي مش لعيبه، في فرق امكانيات اللي هو ايه العوامل المساعده الخارجيه، لو بنتكلم حكام مصريين زي الحكام مصريين زي ما هو عايز، اعلام 100 100، جمهور النهارده زي ما حضرتك شفت يا كابتن خالد، النهارده الجمهور ده يعدي 25000. طبعا ده مش اعتراض، احنا نفسنا الجمهور يعدي ال 50 كمان، بس للكل زي ما النهارده 25 بصراحه، لا هو يعدي 25 النهارده 30 مثلا، دي حاجه ما تزعلش، خد بالك مش ورا الجون بس، ده هو كمان المقصوره الرئيسيه والدرجه الاولى والدرجه عادي. تذاكر بيراميدز اكيد راحت يعني كنادي بلا جماهير، اكيد يعني تذاكر بيراميدز راحت الاهلي اللي كانت بتتوزع كده بنص الدعاوي، يعني ممكن طبيعي تبقى اكتر من 20000. تمام. بص لا هو مش طبيعي، هو الماتش كله 20000، الماتش كله 20000، 10000 لبيراميدز و10000 للنادي الاهلي، صحيح النهارده اكتر من 30000 مظبوطه يعني. صحيح، يعني معنى كده ان المطبوع 20000 واللي دخل 30000 ودي غير ماتش الهلال السوداء، يعني هو اللي كان 50 اللي دخل 70 بالظبط. طيب رمضان بالظبط. هو طبعا بص يا كابتن خالد، هو ان احنا نقابل النادي الاهلي دي حاجه والله العظيم فعلا بجد تفرحني، انا هبقى مبسوط.
لكن لو هتيجي تقول لي الاهلي كسب النهارده بعدنا لا مفيش عداله خالص. طيب مصطفى يعني انت عارف ان انا راجل في الاعلام بقالي سنين وسنين، كان طلع معايا الشباب وكده وقال ان احمد الشناوي راح قعد مع الكابتن محمود الخضري. قايلك الاول امل مستشار صوتي يا شيخ، انا اللي قايلك الاول وانت جيت قلت على هوضة مصطفى قبل اي حد. بالظبط. لا اول كان في حد تاني قال لي كمان مروه مصحفيه يعني وانا كتبتها، قلت لها لا يمكن لا يمكن يكون احمد الشناوي هو مجنون هيروح قبلها بيومين لمستشار تركي يا شيخ عشان كابتن محمود الخضري عايزه يروح يقابله، ده مش مجنون، ده مفيش حد. لا لا تقول اي حاجه، كنت بقول لك وانت قلت لي، قلت لك يا راجل صل على النبي مش معقوله يعني مصطفى مقدر طلع قالها، فانا قلت مصطفى مقدر حد قال له اكيد برده مش خبر سليم. فطلع احمد شناوي لعب هذا اللقاء وقدم واحده من اسوء مبارياته وتسبب في هدفين وغلبنا ثلاثه فاكر، واللي بقى ازار واحده ومش عارف مره باصه كوره غلط حاجه كده يعني. ورغم كده طول الوقت يقابل مثلا مدربين حراس مرمى يقول لك الاكثر موهبه الحارس الاكثر موهبه، هو ضيع نفسه حارس كبير حارس مميز، لكن على مدار مشاهدتي لاحمد شناوي في المباريات الكبيره والمصيريه سواء مع المنتخب سواء مع الزمالك في نهائي افريقيا انا فاكر او مع المنتخب في كاس عالم او 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 او, أو لا لا بدون اتهامات ممكن نقول ان هو بيهاب الماتشات الكبيره بيخاف الماتشات الكبيره. انت هتلبسني ما قلتش اتهامات لا انا بقول لك النهارده الزمالك هو مش مركز النهارده في ماتش الاهلي طالع كورتين مفيش حارس فرتش ايده يعني الصغير دي يعني مفيش حارس صغير يطلعهم. انا اي حارس بيدخل الكوره من فوق راسه بعرف ان هو مره جيم خالص مره جيم تمام حصلت مع يعني هو شخصيا في ماتش الاهلي برضه الدوق وانا شايف النهارده حصلت مع ابو جبل برضه في كره قفشه برضه كره من فوقيه برضه انا في واحده الكره بتاعت قفشه ديت اساسا بتاعت نهائي القرن دي اساسا لا بس لا دي لا 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 انت قارن دي لا لا ده في كره كابتن خالد رمضان مصطفى معلش ده في كره دخلت في الشناوي برضه في الدوري من السكان السوليه عمرو سليم اللي هي هو كابتن غريب 190 سم 180 ما لهاش يطلع ايده اقرب جول في الدوري الجول ده وبالتالي يعني هو يعتبر احد الفوز للنادي الاهلي النهارده يعني اهداف الفوز في الدور الاول واهداف الفوز هو هيتحد ومبروك للي كسب واحنا مستنيين يعني قدر الزمالك ان هو يبقى دايما موجود حتى في اسوء مستوياته ان هو هيبقى موجود في الامارات ان الجمهور هيروح له تقريبا هيبقى 50000 25 و25 نتمنى بقى عشان اصل النادي الاهلي بيتفاعل بالملعب اللي كسب فيه السوبر وهو ملعب صغير جدا ما بياخدش 12000 واحد عكس الملعب الرئيسي اللي في ابو ظبي ايوه ده بياخد 40000 فانا اصلا رحت الماتش ده فالناس كانت في الشارع مش عارفه تخش وبتاع فيقول لك ليه ما بيعملوش في الملعب الكبير فاتقال ان مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي اصر ان يتلعب في الملعب ده بالظبط معايا بس عايز اساله معلش سؤال هو معلش يا مصطفى انت بتقول مين اللي اجتهد ومبروك يعني النادي الاهلي اجتهد في حته فين؟ اجتهد في حته ان هو مثلا الكوره اللي على الخط ده هم ناس بوتت يعني الكوره اللي على الخط بتتكلم عن الكوره بالظبط اللي هي بتاعت مش بتاعت الشوط الرابع لا اللي هي بتاعت الشوط الثاني اللي شالوها اللي هي في الوقت الاصلي بس برضه مين يعني مين اللي اجتهد فيها؟ نقطه التوفيق برضه ماشي التوفيق والحظ مش عايزين نقعد نقول كل حاجه حظ احنا بس يعني خلينا نعدي النقطه ديت احنا بنتكلم على ظروف نادي الزمالك في الوقت الحالي تمام وبما انه هيقابل الاهلي فاحنا كده سافرنا فمش عايزين يبقى الموضوع كله انا بتكلم بس على كنت انا بعت لكريم بعض الصور عن مشهد تخيلي كده هتقول هل انت ممكن في خلال سنه تسمع اي جريده مثلا اسبانيه تقول برشلونه يفاوض تيبو كورتوا برشلونه يتفق مع روديجير برشلونه يتفق مع كارفاخال يفاوض مودريتش يفاوض بنزيما فينيسيوس هل في حاجه اسمها كده ان هو ممكن تفاوض 10 لعيبه؟ لا هو فيجو لما راح من برشلونه لريال مدريد ديت قلب لا صحيح فانا بقول ان اللعيبه دهيت اللعيبه دهيت بتاعت الزمالك الاهلي فاوضها كلها اللي مشي واللي موجودين اخرهم طبعا اذا كان بيفاوض فاوض محمد صبحي فاوض امام عاشور فاوض مصطفى فتحي قبل ما يجي في البيراميد فاوض عشان تنشارك فتوح فاوض ديزو بيتكلموا على فتوح دلوقتي فقصه اهو 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 واحده واحده كده مصدر الاهلي ايه مصدر الاهلي يفاوض محمد صبحي ويطالبه بعدم التجديد للزمالك ادي نمره واحد خش على اللي بعده يعني انا حقيقه مفاوضات امير توفيق مدير التعاقدات مع زيزو الزمالك خش على اللي بعده خش على المستند اللي بعده وكيل الونش الاهلي عرض راتب مغري على اللاعب وعقده عقده مع الزمالك غير مرضي خش على اللي بعديه يعني ده جاي من وكيل يعني مش كلام من جرايد هل يكون احمد فتوح بديلا لعلي معلول بديلا لعلي معلول في الاهلي خش على اللي بعديه ما هو مش معقول يا جماعه الاعلام كله يعني هو ده الايه القصة كاملة لمفاوضات الأهلي مع إمام عاشور. وش على اللي بعديه؟ الأهلي يفاوض بن شرقي ولكن هل حصل على توقيع اللاعب؟ معرفش إيه يجيب شوبين يجيب؟ شوبين يجيب. وش على اللي بعديه؟ الأهلي يفاوض فرجاني ساسي بالميركاتو الشتوي مصدر يكشف الحقيقة.
خش على اللي بعديه. ايه يا جماعه ده يعني ادي الاعلان بتاعنا مفاجاه كبرى، الاهلي يفوض مصطفى محمد بعد فشل صفقه موليتا. خلص ولا لسه؟ شوبير، الاهلي يفوض مصطفى فتحي ومش عارف فايرك خارج الحسابات مش عارف ايه. ادي برضو ادي يعني كفايه. لا لا لو في تانية كفايه. اعلى حاجه من خالد الغندور جايب منشطات صحف لفيتو ويوم السابع والناس اللي شغاله في نادي الزمالك، يعني اصلا الصحفيين دول شغالين في نادي الزمالك اللي هم كاتبين الاخبار دي وعباره عن منشطات، لكن ما جابش يعني جايب العنوان ها يكتب ايه مثلا، يقول ايه حقيقه مفاوضات النادي الاهلي مع مصطفى محمد، لكن ما يجيبش تفاصيل الخبر ويقول لك شايفين الاعلام بتاعنا. اولا دي صحافه مقروءه ما حدش بيتفرج عليها، يعني سواء مصر اليوم ولا اليوم السابع، بس اليوم السابع جريده يعني تعتبر الكترونيه فتلاقي الناس ممكن ايه يعني تتكلم فيها، لكن الجرائد الورقيه ما حدش بيتكلم فيها. لكن خالد الغندور علاقه ده بين النادي الاهلي فاز على بيراميدز وفاز بكاس مصر، يعني برضه انا مش فاهم ايه علاقه ده بانهيار نادي الزمالك في كل اللعبات، يعني النادي الاهلي لسه ضارب الزمالك على عينه امبارح في الباسكت، ده ايه علاقته بالمنشطات اللي انت بتحكيها؟ جايب لنا منشطات صحف ولا جرايد وبتتكلم بتقول ان النادي الاهلي بيفاوض، واحلى حاجه ان جايب خبر من ايام فايلر من خمس سنين ان فايلر بيقول ان مصطفى محمد خارج الحسابات، يعني بص الخبر هو جايبه علشان يدين النادي الاهلي ولكن هو الخبر بيدينه هو، يعني بقول لك النادي الاهلي يفاوض مصطفى محمد وفايلر بيقول ان مصطفى محمد خارج حساباته، يعني حتى فايلر بيقول لا انا مش عايزه، انت بقى جايب الخبر على ان النادي الاهلي بيفاوض اللاعب. النادي الاهلي ما بيفاوضش حد، حتى بن شرقي بعت وسيطه بعت اخوه علشان النادي الاهلي يتعاقد معاه والنادي الاهلي رفض، لان النادي الاهلي كان حاطط بلان معين وحاطط ان في اختيار معين اختيار افريقي وموسيماني رفض انه ياخد بن شرقي لان قال له ده بالنسبه لي اختيار رقم 2 مش اختيار رقم 1. كمل. خلينا نقول دي فرقه كامله، محمد صبحي فتوح امام عاشور. لا كان في طبعا محمد صبحي كان في مفاوضات هو ما بين النادي الاهلي وما بين محمد صبحي وما بين محمد جاد قبل ما جاد يروح يقعد فتره معايشه في اسبانيا وما يوفقش ويرجع تاني في الدوري المصري. ومحمد صبحي اديكم شايفين محمد صبحي واداؤه مع نادي الزمالك عامل ازاي. كمل يا سيدي. طارق حامد كمان هتقول طارق حامد كمان يا جماعه لو فهمت. لا صح، عايز اسال فوقيه على الايه. طارق حامد بتاع المصارعه اللي عمر النادي الاهلي مفاوضه 10 مفاوضات من نادي الزمالك مع الاهلي لو في خمسه راحوا هقول اجتهاد. صحيح اجتهاد اعلامي، لكن ال10 مفيش ولا واحد راح. طب دلوقتي التوتر اللي صدره الاعلام الرياضي لفرقه الزمالك بالظبط كل لاعب بيفاوض، يعني سيبك انه راح او ما راحش، النقطه الفريق اللي بيوصل كاس العالم للانديه محتاج 10 لعيبه من الزمالك. طيب ده سؤال مهم، ده فنقول العكس بقى يعني الزمالك هو اللي محتاج 10 لعيبه من الاهلي. طيب هل السؤال الثالث هل لو اللعيبه دي راحت معاك طريق حامل اكون، هل لو اللعيبه دي راحت النادي الاهلي هتلعب اساسي؟ ايوه هتلعب اساسي، هم بيدوروا على مهاجم فمصطفى محمد راح. بس في حاجه هيقول لك اللعب الجماعي غير اللعب الفردي. طيب النقطه بتاعت اللعب الجماعي غير اللعب الفردي برضه عندنا صور للسيفيهات اللي بيجيبها الزمالك، واخرهم كارلوس اوساري ده مدرب باراجواي والمكسيك وراجل كولومبي معروف باراجواي ومدرب في كولومبيا وفي امريكا مانشستر سيتي كان مساعد في مانشستر سيتي وسانتوس مدرب. دلوقتي حضرتك دلوقتي السيفيهات اللي بيجيبها الزمالك، يعني لو جبنا فيه صوره لاعظم مدربين في التاريخ اوروبا دلوقتي يقول الفار راجع ليه؟ ما هو طبعا حصل البنالتي بتاع الاهلي ولما الفار جه قال له لا مش بنالتي راح رايح. هو الغريبه بس انا هقول معايير معينه عشان تعرفوا المصريين. انا عندي في كوره في نص الملعب كده واحد رفع ايده دي كده فخبط في الرقبه فراح مديله انذار على طول، بعديها كهربا نفس اللعبه من غير انذار، فهي دي المعايير، يعني كوع بانذار كوع من غير انذار. كل حكم لسه بتاعه بيسمح بالخشونه. لا بس لا انا ده حسب معايير واحده، معايير في الواحد انت حسبت دي انذار ولا حسبت دي انذار. نفس القصه، انا ما ينفعش احسب ضرب جزاء في ماتش في نهائي كاس وانا ما عنديش يقين، لان انا معايا فار ما عنديش يقين انها ضرب جزاء، ما ينفعش اقول ايه ضرب جزاء وعندي ثقه كبيره جدا وراجع اروح الاقيها جت في الصدر، يعني فاهم لدرجه ان كابتن مدحت شلبي نفسه قاعد يقول لك الكوره لا دي جت في ايده جت في ايده جت في ايده جت في ايده، وبعد كده رجع قال لك ممكن زوايا خادعه واحنا ما بناخدش بالنا وبتاع. فهي دي القصه اللي انا بقولها. يعني طيب بص بقى بصفتك لاعب يا كابتن خالد حسين الشحات في الكوره طبعا هي ما اتعدتش غير من زاويه واحده، ما انا عشان كده انا دخلت على الهواء على طول، عشان كده انا لما ارجع اشوفها هي صوره موجوده من الزاويه اللي هم جايبينها اللي هي تعتبر من دكه اللي هي الارض اللي جم 10 دقيقه الاهلي ولا بيراميدز، الكوره حسين الشحات ايده باينه جوه. انا عامه يعني جسمه كله جوه، انا لا اؤمن بالصوره
انا دايما اؤمن بالفيديو طبيعي الفيديو من ثلاث زوايا. ما احنا هنا ما عندناش عيون. طبعا صح. لا بس بص بقى عصوره انت لما اشوفها كابتن خالد بره الهوا الفرده بتاعت حسين الشحات جوه الخط المرمى الفرده اللي بتبقى سابقه ولا الصدر الطبيعي ايه اللي سابق الفرده ولا الصدر؟ لا الفرده سابقه الصدر. طب حسين الشحات فخدته سابقه وصدره اوريدي كمان مش بيسوى الفرده كمان. لا ده راجع لورا. ما هو للاسف كمان تقنيه الفيديو ما تقدرش تفهم مش هتعرف تحددها لك. الكوره دي انا بقول لك اهو الكوره دي هدف ولو مش هدف يبقى بنالتي. يعني لو قالك ما جاتش ايده يبقى جت في صدره هدف. تمام. على 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 عموم ماجد على عموم ماجد يعني خلاص الموضوع انتهى والاهلي خد بطوله الدوري وعلى نادي بطوله الكاس وعلى نادي الزمالك انه هيتقابل مع نادي الاهلي في مباراه مسيره من بيراميدز بقى صحيح من ناحيه صحيه واخطاء وصحه كثيره الا عند الزمالك عندها طار مع النادي الاهلي لان هم لعب صحيح كسبهم في السوبر وعندهم سوبر جديد شهر 5 ودي يعتبر واحده من اهم البطولات اللي فاضله لهم هذا الموسم. بس نادي الزمالك بس الجمهور الجمهور لازم اواعي للمؤامره اللي حصلت على نادي الزمالك من شهر 12 اللي فات. الجمهور لازم يرجع لصوابه مش بقى مش كل الجمهور بعض الجمهور الجمهور لازم يرجع لصوابه. الناس اللي بتهاجم المشروع ده منصور ما ينفعش دي مصيبه. احنا في مصيبه اللي بيحصل ده كله هم معانا في بعض او جمهور الزمالك بعض من جمهور الزمالك في رئيس النادي عشان يوصلوا اللي هم عايزينه. تعرف ان انا اتشتمت من الناس كتير قوي بالتليفون ليه؟ اتشتمت عشان الحلقه اللي فاتت. لا والله انا جبت ارقام بس انا متعود حتى على السوشيال ميديا قعدت سنين على السوشيال ميديا سايبها بقالي اكتر من سنه ساعات سنين بقول يا جماعه انا عمري ما هقول رايي انا هجيب ارقام وحصل زي ما النهارده جيت اجيب لك المفاوضات. لكن لو انا جيت قلت ايه ده الاهلي بيفاوض فرقه الزمالك كلها عايز كلام اعتباطا كده بيتاخد كده على عوائله كده لا. لكن انا جيت بقول يا جماعه ايه رايكم في المفاوضات دي كلها من بق الوكلاء من بق فلان من بق اللعيب نفسه ان في مفاوضات. انا برضو جيت المره اللي فاتت بقول عادي الارقام يا جماعه يا اللي بتقولوا ان بتاعت مصطفى مكرم مصطفى مكرم خرب الدنيا. فالمره يا جماعه اللي بياخد بطولتين بطولتين في السنه شتايم اه بيطير. انت عارف ان انا بدون ذكر اسماء يعني واحد من المفروض ان هو زملكاوي يعني كتبت بوست وانا في لجنه الكوره قلت بعد موضوع المدرب الالماني مش فاكر قلت يعني تيلو مدرب كبير مدرب كبير وسي في قوي جدا وهيجي يعني على ماتش البنك الاهلي كتير تمام. خدنا مع كابتيرون الدوري الدوري صح وصلنا نهائي افريقيا امام ده راجل همه ان هو يقعد يتريق وهمه بقى شغل السوشيال ميديا كبيره ان هي قصه انا الزمالك ده انا عايز اديله بطريقتي. يبقى يعني انت ما عندكش ثقه في مش في مجلس اداره انت ما عندكش ثقه في تاريخ الزمالك. تاريخ الزمالك انه الزمالك يوم ولا يموت ليه؟ انت مثلا في الفولي بول انت قدرت اثنين محترفين كابتن اشرف رشاد واثنين محترفين وقال لك انا هاخد دوري وكاس وخد دوري وكاس بالظبط. يعني انت بتقدر تقوم بسرعه وتعمل الابراء. بقول لك ايه؟ ما هو ده يدل على كلامك الصح. انا لما بيتوفر ليا المال بالظبط والعمله صعبه هتيجي في الدولار فاعرف اختار محترف اخد منك دوري وكاس. يعني انا دلوقتي اقوى فريق طايره في مصر الاهلي في ثانيه اختياراتي اثنين لعيبه خدت منك دوري وكاس الاثنين لعيبه مشيوا جيت واخدت لعيب من عندي اسمه محمد على ما اعتقد شركه اسمه ايه. احنا جبنا المستشار مصطفى منصور قال المستشار تركي جاب لنا النقاد وساسي ودفع فلوس جراس صح؟ شوف الثلاث اسماء دول. الاهلي لما كان معاه المستشار تركي جاب صلاح محسن وفوض احمد الشناوي واحمد توفيق هو ده اللي فوض. يبقى انت عندك دلوقتي قدرت تستغل لما يكون في مال بتقدر تشوف عندك بغض النظر لما عندناش المسميات بتاعت لجنه كوره وشركه كوره ولجنه التحكيم ولا هسالك سؤال حلو. احنا دلوقتي في الاعلام الرياضي لو طلع دلوقتي عقد صابيو اتصرف وعقد علي معلول وعقد حمدي فتحي وعقد محمد شريف وعقد محمد عبد المنعم وعقد محمد هاني وعقد بيرسي تاو وعقد شادي حسين تمام. لو طلع مثلا بتاع 8 9 عقود لعيبه الاهلي ايه هيكون موقف اوضه اللبس في الاهلي وموقف الاداره من تسريب العقود ورد فعل الجمهور وايه ردودها على نتائج الفرق؟ طبعا انا هرد على النقطه دي سريعا قبل ما نعلق على الفيديو ككل. اولا اللي بيسرب العقود من قلب نادي الزمالك احنا مالنا؟ يعني اللي طلع وقال ان التسريبات من داخل نادي الزمالك ايهاب الفولي ومنتصر الرفاعي وصبحي عبد السلام الثلاثه دول اكدوا مع خالد الغندور نفسه في قناه الزمالك ان اللي بيسرب العقود من داخل نادي الزمالك. ليه؟ علشان يحرج اداره نادي الزمالك. يعني النادي الاهلي مش منوط ان هو يعني يبقى لازم يتسرب له عقود واشمعنى نادي الزمالك بيتسرب له والانديه الثانيه لا؟ طب النادي الاهلي ما بيتسرب. طب والاسماعيلي وبيراميدز والخ الخ الخ اللي بيسرب من عندكم دي واحد. اثنين ان القيمه اللي بياخدها اللاعب غير اللي مكتوبه في العقد. لكن عندنا احنا في النادي الاهلي القيمه اللي مكتوبه في العقد هي اللي بياخدها اللاعب. لكن المصيبه والطمه الكبرى ان في تفاوت كبير ما بين الفلوس اللي بياخدها اللاعب واللي مكتوب في العقد. ده دليل على ان في تزوير في العقود وان في سمسره وان اللاعب ما بياخدش القيمه اللي موجوده في العقد. فتسريب العقود دي مش مسؤوليه النادي الاهلي، مسؤوليتكم انتم.
الجمهور بتتكلم على جمهور الاهلي؟ لا بتتكلم على رد فعل على نتائج الفرقه. لو الاعلام لا هو الاعلام هيعمل الشاي ده طبيعي فعلا. الاعلام بتاعنا لا احنا مش هنقول الاعلام بتاعنا, احنا الاعلام بتاعنا قناه الزمالك. لكن اي حاجه بعد كده والله لازم نتكلم. والسوشيال ميديا الاهلي بقى هتعمل ايه؟ هتبقى مع الاداره ولا ضد الاداره؟ مع الاداره طبعا. بص هم مع الاداره قلبا وقالبا, ظالم او مظلوم. هم مع بيبو ظالم او مظلوم. على فكره هم صح, الغلط عندنا احنا, الغلط عند جمهور الزمالك. ده اللي كنت لسه بكلمك فيه من شويه في الخارج. جمهور الزمالك مش عايز يفهم حجم المؤامره. انت المفروض يعني بالبلدي كده زي ما بيقول لك انسوا الافاق, ظالم او مظلوم. جمهور الاهلي بيطبق المقوله دي, جمهور الزمالك ما بيطبقهاش. جمهور الزمالك لازم يعني انا يعني سوري في اللفظ, لا عايز يعمل اللي هو المحايد والجمهور الفاهم قوي. هو جمهور الزمالك طبعا على راسي. لازم اسالك ازاي؟ يعني انا مش عارف اعبر عنها بصراحه. انا جمهور الزمالك طبيعي جدا زي جمهور ارسنال وجاي زي جمهور مانشستر يونايتد, الغلط بيقولوا غلط وعندنا افكار ان احنا مختلفين. بس في سيستم ما ينفعش انا ابقى اجيب كتالوج ايفون واقعد امسك موبايل سامسونج واقعد ايه انقل منه. ده غير ده الكتالوج بتاعنا هنا اهوت, ان في جمعيه عموميه بتختار رئيس مش الجمهور. فلازم تمشي على المانيوال ده, ان الجمعيه العموميه اختارت الرئيس ده احنا امين, احنا في ضهر. بمعنى ايه؟ ان طول ما انت عندك استقرار. السنه دي وقعت, حتى عفيفي كتب الجمله دي, انا كنت قايلها. السنه دي وقعت, السنه دي عدل من اخطاء. يعني النادي الاهلي ما خدش ولا كوره السنه اللي فاتت, فبيعدل من اخطاء السنه دي. بتبتدي ايه يحصل؟ السنه دي وقعت. شوف اقول لك, السنه اللي فاتت ما خدش ولا بطوله. شايفين الكذب والنصب؟ اولا السنه اللي فاتت النادي الاهلي في نهائي افريقيا, النادي الاهلي في نهائي الكاس, النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي تمت بالاحتواء هو الدوري, خد ثالث الدوري بعد ما فنش. يعني كان مفنش تاني في الموسم او في الدور الاول, فشيء طبيعي ان هو يدفع بالناشئين في الحقبه الزمنيه بتاعه سواريش. فكونهم انه النادي الاهلي ما خدش بطوله, النادي الاهلي ما خدش بطوله عشان راح نهائي افريقيا وحصل اخفاء الخطاب وكان في افضليه للوداد, علشان كده النادي الاهلي يعني حصلت له هزه, ودي مش سبب طبعا يعني لخساره البطوله. ولكن النادي الاهلي وصل لنهائي افريقيا, انت فينك من افريقيا؟ فينك؟ النادي الاهلي وصل نهائي الكاس وانتوا فزتوا بالكاس, ما كانش في احتواء وقتها للكاس. احتووكم في مباراه اسوان, ولكن في النهائي لا, كانت باخطاء دفاعيه واخطاء من الشناوي. ولكن النادي الاهلي واخد كاس سوبر منك, النادي الاهلي واخد السنه دي ثالث عالم, النادي الاهلي ان شاء الله مكمل في افريقيا وانت خرجت من افريقيا. انت خسرت كاس لوسيل, انت خسرت الدوره الرمضانيه بتاعه الرابطه, انت طلعت من افريقيا, انت طلعت من الكاس, يعني انت كل حاجه. مش باقي لك غير السوبر المصري والبتاع ده البطوله العربيه, وربنا يكرم النادي الاهلي وياخد كاس السوبر على قفاه والبطوله العربيه. ربنا معاك بقى ويعينك على الفطاح اللي هناك اللي في البطوله العربيه. كمل يا عم. طب انت ليه بتحسب السنه دي؟ السنه الجايه هتعدي حاجه. في حاجه وانا شايفها واخد بالي منها جدا, وعلى فكره مش في المستوى الرياضي فقط, دي موجوده كمان حتى على مستوى المسلسلات بتاعت رمضان. يعني مثلا حمله لاخلص على رحمه في الكبير قوي السنه اللي فاتت, هي نجمه وقشت الكل وممثله صاعده وكسرت الدنيا في الكبير قوي. السنه دي صوتها عادي ووحشه وما تعرفش تمثل وزعيج وعارف ايه, وقعدت تبكي وتعيط. فابتدى يقول ده في لجان تابعة مثلا لفنانين اخرين عايزين يخلصوا عليها وعشان ما تتنجمش, وعشان هي ابتدت تعمل حملات اعلانيه وكده. نفس القصه, انت دلوقتي القصه في لجان, يعني انت دلوقتي في لجان. ما انا بشيلها يعني, انا معلش انا محترمي, يعني انا مين الزمالكاوي يشتمني ليه؟ يعني انا كزمالكاوي راجل 20 سنه بدافع عن النادي. انت بتشتم دلوقتي ولا كده؟ فقرات الزمالك او بره الزمالك دلوقتي ولا قبل كده؟ انت بتتشتم من جماهير الزمالك عشان في يعني شريحه من جماهير الزمالك فطنت عندها فطنه دلوقتي ان انت راجل طبال لمرتضى, شايف المصايب والكوارث والعبط اللي بيحصل في نادي الزمالك وماسك في الاهلي. يا عم تشوف الكوارث اللي عندك, ده انت كل الالعاب زيرو فيها, عمري ما شفت كده. طب في القدم وبيحاربوك ومش عارف ايه وبيجاملوا النادي الاهلي, طب في باقي الالعاب, في ملوك الصلاه, في اليد, يا راجل انت خسران يد وطايره وسله وقدم واللعبات الفرديه, وعلى مستوى الناشئين والكبار, وعلى مستوى الرجاله والستات. يا عم ده انتوا حالتكم صعبه كده اصلا. دولة لا غلطه بشتيمه. لا لما خالد, لما كابتن خالد ما كانش موجود في قناه الزمالك كان بيقول لك هو فين كابتن خالد. بالظبط, احنا بنحب كابتن خالد الغندور فين, ولا هو عشان ضد الاداره. فلما جه كابتن خالد والمستشار رضا منصور ما عندوش اي مشاكل مع اي بني ادم اقسم بالله, لو في ايه ودخل المكتب من غير ما يقول له, من غير ما يعتزم, من غير اي حاجه, لو دخل بس المكتب عنده المشاكل انتهت. فانا بقول لك هي دي. هكمل بس الحته دي كابتن خالد معلش. طب كابتن خالد موجود, بتشوف ان كابتن خالد اي حد بيخش الزمالك دلوقتي بيتشتم ليه؟ هقول لك ومين؟ هقول لك ليه؟ لان انا في النهايه دوري
وانا قلت اتكلمت مع مستشار بطوله في الموضوع ده. انا مش دوري, انا مش دوري في قناه الزمالك ان انا انصر المستشار بطوله او اكون تابع ليه خالص والله, ده مش دوري. دوري ان انا اساند رئيس النادي. يعني انا دلوقتي انا على ارض الواقع, رئيس النادي بتاعي موجود وده رئيس النادي بتاعي. مين اللي جاب, مين اللي جاب رئيس نادي الزمالك؟ مش جمعيه عموميه, جمعيه عموميه. لا رئيس نادي الزمالك, رئيس نادي الزمالك هل هو ناجح ولا ولا احنا جبنا الارقام؟ لا يعني رئيس نادي الزمالك على مدار سنوات فاتت ناجح ونجح في, مفيش حد رئيس نادي في الزمالك جه كسب كل البطولات, مفيش, ما حصلتش. احنا خدنا 13 14 دوري في, وانت عارف مش بس عشان تكوين الفرقه اقسم بالله, بس احنا الجمهور, انا المشكله عندنا قسما بالله جمهور يا كابتن خالد, ان الجمهور بتاعنا لازم يبقى واعي اكتر من كده, لان انا فعلا زعلان. هما دلوقتي الحروب اللي انت يعني انت عندك مثلا في الحروب على العرب ما بقاش في حاجه اسمها نخش ونضرب وبتاع, لان دخلوا العراق واتكشفوا وبقت فضيحه. قال لك ايه, هنضربهم بشعبهم. راحوا عملوا ايه مثلا في ليبيا, قلبوا الشعب الليبي على القذافي. ربنا يحفظهم ربنا يحفظهم, مش عايز اخش السياسه. لا لا لا, اصل الحته دي هشبهها لك, لا مش عايز اخش السياسه, بس ربنا يحفظ السياسه, ربنا يحفظ ليبيا والعراق وسوريا وكل البلاد يا رب ان شاء الله. دي السياسه يا كابتن خالد, دي بس انا هشبه لك. طبعا ربنا يحفظهم, ده ملحمنا واخواتنا ودمنا بالظبط, لكن انا بشبه لك. خلى الشعب الليبي يقلب على القذافي وهم اللي يقتلوه, انت متخيل؟ عشان ايه؟ تخيل يا فندم, بيقول لك ان الشعب اتقلب على الحاكم علشان في سياسه خارجيه, ومش ايه علاقه ده بنادي الزمالك. نادي الزمالك شايفه ان الفريق منهار, وشايفه ان مرتضى منصور وعياله خفايا سبب الخراب, ورئيس نادي يطلع يقول ده دول بيشربوا حشيش وبيشربوا وبيناموا مع نسوان وسحر وشعوذه, وياخدك في حته ويضرب ويشتم الجماهير بتاعته ويرفع لهم الجزمه ويقول لهم يا اولاد كذا يا اولاد كذا, يقول لهم مش عارف ايه وابوك ايه, عراق ايه وسوريا ايه وليبيا ايه, ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ ايش دخل ده في ده؟ ايش دخل ده في ده؟ ولكن انت ربنا يعينك يعني. طبعا هو اسمه ايه الواد ده؟ ناقد رياضي ماجد الهواري. انا اول مره اعرفه ان ده ناقد رياضي. بيشتغل ايه؟ معرفش ازاي ده ناقد رياضي وهو لا مؤاخذه هو والبلاص واحد. على فكره في شبه من احمد الشريف, فاكرين البلاص؟ احمد الشريف اللي كان بيظهر على قناه البليله, نفس الشكل ونفس الدماغ. هو بيتكلم في البدايه طبعا اتكلموا على الشناوي وعلى احمد الشناوي ان هو بما معناه انه فوت المباراه لنادي الزمالك النادي الاهلي, وان الكورتين اللي طلع فيهم هم تسببوا في الهدف. طيب هو مش الشناوي بتاعنا, الشناوي الاهلي بيعمل كوارث بتؤدي لاهداف سهله وعبيطه بتدخل المرمانه. هل عمرنا قلنا الشناوي فوت مثلا للهلال السوداني, او الشناوي مثلا الكره الهدف بتاع بيراميدز, هل ده هدف يجي يطلع ويرجع ويطلع, والكره بتاعت والكره اللي ما قدرهاش وطلعت كم مره يطلع على الفاضي الشناوي بتاعنا؟ دي اخطاء حكام. مباراه تقيله ومباراه شديده ومباراه فيها ضغط عصبي رهيب. انت لما بتبقى داخل امتحان بتبقى ايديك بتترعش وبطنك مكركبه, ده شيء طبيعي. ده يعني احاسيس جوايا, يعني احاسيس جوا اي لاعب او اي شخص بيتحط تحت ضغط او تحت ستريس عالي, بيؤدي ان انت بتبقى يعني انفعالاتك ما بتقدرش تتحكم فيها, قراراتك القرار بيتخذ في جزء من الثانيه, فبتقول ان هو مفوت للنادي الاهلي. طب امرت ايه يفوت للنادي الاهلي؟ لعب للنادي الاهلي مثلا؟ لا. طب هيلعب للنادي الاهلي برضو؟ لا. طيب يفوت ليه للنادي الاهلي؟ طب ما هو بيعمل نفس الكوارث والاخطاء مع نادي الزمالك. ولكن هو اتكلم على, طبعا هو ربنا يعينهم على الحرقان اللي هم فيه, ولكن انا هجيب لكم اللقطه بتاعت حسين الشحات اللي قعدوا يهروا ويهبدوا فيها, نشوفها. طبعا احنا عشان ما عندناش حقوق ان نجيب الصوره متحركه او الفيديو متحرك, هجيبه لكم والصور. ادي الصوره الاولى اهي, بتقول لك فين, بتقول لك ادي حسين الشحات اهو فين, بره الخط. تمام, ادي الكره قبل ما ايه, قبل ما تتعرض وتوصل للبيده. ادي الكره الثانيه, اللقطه الثانيه, حسين الشحات اهي قبل ما الشناوي يلمسها فين, على الخط او بره الخط. نيجي للصوره الثالثه, دي اتشاتت خلاص, يعني دي قبل دي الكره اللي اتشاتت. بص حسين الشحات فين على الخط, حسين الشحات فين اهو هنا فين, بره الخط, وادي الكره في صدره. يعني اولا حسين الشحات مش داخل المرمى زي ما البلاص قال, وادي الكره الثانيه بتاكد ان هو على الخط وان هو هنا اهو, ادي خارج المرمى, والكره اللي هنا لما جت في صدره برضه خارج المرمى. بص ايده اهو وفخدته وجسمه كله خارج المرمى. تعالى بقى الكره جت في صدره ولا في ايده, ادي بص هو كده خارج المرمى هنا اهي, هي نفس اللقطه. بص هنا نفس اللقطه اهو, فين الخط؟ هو بره الخط
شايف شايف بره الخط. بص يا فندم الكوره جت في صدره، وانا عايز اقول للبقر اللي بيقول لك دي جت في ايده، هنقول انها جت في ايده مع انها ما جتش في ايده. هل في تعمد ولمسه يد مقصوده انها تيجي في ايده؟ الكره جت في صدره، حتى لو جت في ايده بدون تعمد، بدون تعمد وفي موضعها يعني، اصل اللاعب يقع بيتزحلق، فحتى لو جت في ايده فهي مش ضربه جزاء، لان لازم يبقى في عنصرين لضربه الجزاء. اولا موضع ايدك تشريحيا مش في مكانها، اصل هو مش هيجي يقع، يقع او يتزحلق وايديه تبقى في جنبه، يبقى عبيط، يبقى هيكسر ايديه. لازم ايديه يبقى موضعها تشريحيا تبقى عاليه عن جسمه، لان هو مش في وضعه الثابت او في الطبيعي. فبالتالي الكره خبطت في صدره حتى لو جت في ايده ما تتحسبش ضربه جزاء، على الرغم انها ما جاتش في ايده. يعني اول حاجه الكره هنا الشحات على الخط او خارج المرمى، وهنا خارج المرمى، وهنا خارج المرمى، وهنا خارج المرمى. تاني نقطه الكره جايه في صدره مش في ايده، ولكن البوابين اساتذه في التضليل والتدليس والحرقان. قلبنا معاكم بجد، كانت ليله حزينه امبارح على الزملكاويه. الزملكاوي يا عين امه امبارح ما اكتفاش، او يعني القدر ما امهلوش ان هو كمان يتغلب، او اصل هو فعليا الزمالك اللي كان بيلعب مش النادي، النادي بيراميدز، لان كل الزملكاوي كانوا نفسهم بيراميدز يفوز وكانوا بيهللوا بيراميدز، على الرغم ان بيراميدز هو اللي مطلعهم من الكاس سبحان الله. ولكن النادي الاهلي استطاع انه يفوز على بيراميدز، وشاء السميع العليم ان على الجانب الاخر كان في ضحك تاني ان نادي الاهلي فاز على الزمالك 91 حاجه و50 في الباسكت، يعني سكور عالي قوي لدرجه ان المباراه انهوها قبل ما تخلص الوقت بتاعها رحمه ورافه بنادي الزمالك اللي على مدار 13 مباراه متتاليه النادي الاهلي يغلبه، على مدار يعني 13 مباراه ما فازش ولا مباراه للنادي الاهلي. فدي كانت كارثه، وكان يعني نوع من انواع الحرقان لنادي الزمالك. ربنا يزيد عليكم حرقانكم، ربنا يزيد عليكم جنونكم، ربنا يزيد عليكم غلكم وحقدكم على اسيادكم واسياد الكره المصريه والافريقيه النادي الاهلي. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.